انا على مستوى وزاره التجاره فيه لجنه من الوزاره ومن السجل التجاري CNSE تفكر وتبحث في طريقه تشجيع التجاره المتنقله وخاصه الخدمات المتنقله، وبالتالي سنقيم ان صح التعبير ثوره في هذا السجل من خلال اعاده النظر في تركيبته في النشاطات سواء تعلق بالتوزيع او تعلق بالخدمات، مما نمكن ان شاء الله شبابنا في قطاع التوزيع في قطاع الخدمات باش يقوم بتلبيه طلبات مناطق الظل في هذه الاحتياجات، وايضا مناطق المدن الكبرى. نحن نعرف ان كثير من الخدمات فيها صعوبه كبيره جدا لايجاد من يقوم بها، وبالتالي انشاء هذه السجلات التجاريه واعطاء للغرف التجاريه تنظيمها فيما بعد هو راح يمكن الساكنة سواء في المدن أو في مناطق الضم باش يعني تستفيد من الخدمات وتستفيد من عملية التوزيع وبالتالي اكتفاء لحاجيتها من خلال هذه التقنية إن شاء الله اللي حتكون في القريب العاجل إن شاء الله.